صاحب الفضيلة رئيس المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثاني بنيوان، شيخنا المكرم الدكتور الحاج سيروزي الماجستير، فضيلة الكرام مدير المعهد القاسمي الدكتور الحاج محمد تسيل الماجستير، فضيلة الكرام معلم معهد القاسمي الأستاذ محمد قيوم الماجستير، فضيلة الكرام أساتذة والأساتذة معهد القاسمي. فيا أيها الحاضرون الكرام، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نشكر شكرا كثيرا إلى الله الذي قد أعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك، ولا ننسى أيضا أن نرسل سلاما وتسليما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط المستقيم. كنا هنا أمامكم برئيسة الجلسة فأمسحوا لنا أن نقرأ ترتيب البرامج. البرنامج الأول الافتتاح، البرنامج الثاني قراءة القرآن وترجمته، البرنامج الثالث إنشاد النشيد الوطني للجمهورية، البرنامج الرابع الكلمة، البرنامج الخميس خطبة قصيرة، البرنامج السادس الاختتام. أيها المستمعون الكرام، هيا نفتح برنامجنا بقولي بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يسهل في جمعه أمورنا. أيها الحاضرون الكرام، البرنامج الثاني هو قراءة القرآن وترجمته. سيقرأ لكم أختنا المجبوبة ننتيكا ونايلة، فعليهما فليتفضلا مشكورا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الحبيب الكريم. ونستمع إلى برنامج الثالث هو إنشاد النشيد هو قانون للجمهورية إندونيسيا. سيلقي إلى أختنا زهرة وعليها تفضل مشكورة. أيها الحفل الكريم، ونحن إلى برنامج الرابع هو الكلمة، والكلمة الترحيبية الأولى من سيروزي فليتفضل عليه مشكورا. أيها المستمعون الكرام، نستمع إلى برنامج الخميس هو خطبة قصيرة الذي سيبلغ لكم الأستاذ هريانو، وعليه فليتفضل مشكورا. عسى أن ينفع كل ما سمعنا. آمين. أيها الحفل الكرام، ونحن إلى البرنامج الثالث والاختتام. هيا نختم برنامجنا بقولي الحمد لله رب العالمين. نحن رئيسة الجلسة شكرا كثيرا على اهتمامكم، نرجو منكم عفوا. إلى اللقاء في وقت آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.